رتبها ازاي؟ يطلق صفرته حكم اللقاء الكابتن صبحي العمراوي ببدايه المباراه والكوره في الكوره في البدايه حوزه فريق يا رب. لا جوزيف نظراته وتركيزه وادي تقدمه وادي تنفيذه ولكن ابعاد على طول من خط الظهر. ادي الخطوره اللي بيدور عليها نادي سيراميكا المتوقعه. ادي كوره من ناحيه اليمين خطيره جدا مره ثانيه عرضيه ولكن خط الدفاع يقطع خطوره نادي سيراميكا. عوده لخط الظهر سيف اللي بيلعب الكوره بالراس. ممكن السرعات تلعب دور ولكن مره ثانيه ابو السعودي شتت الكوره بقدمه اليمنى. ترجع عند نطلق على السيطره الوهميه او السيطره السلبيه اللي بتبقى موجوده بدون خطوره بدون اي تهديد. ادي كوره انطلاقه خطيره مره ثانيه ولكن اتزحلق لاعب نادي السيراميكا لويس ادوارد ولكن يسقط وحكم اللقاء يقول لك بلاي اون. ادي كوره من ناحيه اليمين انطلاقه للمقاولون وهنا بقى تاكلينج موجود بثقه وبفدائيه من سيف قاتل. خطف الكوره خطيره جدا الكوره ولكن مره ثانيه ابعاد من خط الدفاع من رجب نبيل. يقطع الكوره ويطلع ويلون يضغط. شوف الكوره شوف انطلق ازاي عبد الرحمن جبنه ولعب الكوره عايز يلعبها قويه عشان تعدي ليك يا لويس يا او يا جوني اوكلي والكوره تصدى ليها حارس المرمى او طروقه او جون. لمسه في وسط الملعب انطلاقه موجوده لمصلحه نادي المقاولون. خطوره ممكن يسدد خطيره الكوره. حلو الحل وممكن تلقى رامي التماس الجوهري يلعب الكوره 1-2 ما بينه وما بين جبنه من ناحيه اليمين. يوسف الجوهري خطوره كبيره جدا لمسه مره ثانيه خطيره الكوره ولكن عرضيات ايه عرضيات متتاليه والكره بتسديده على الطائر لركله مرمى لمحمد عادل في مسابقه الدوري. هنشوف كوره للامام عرضيه خطيره جدا يا راجل اهدار لكوره ايه كوره لا تضيع يا سيف. ما عندوش الحس الهجومي تمام اتفقنا ولكن كرة زي دي مش عايزة حس هجومي دي عايزة لمسة دي عايزة بس زقة للكورة هو خدها من عايزين المباراة تبقى أسرع من كده. كناريا يلعب الكورة ناحية اليمين لمسة عند محمد عادل يلعبها مرة تانية عند محمد إبراهيم. خطورة موجودة خطورة ممكن عرضية. أدي العرضية فوق جميع أحمد ياسر رياني هيئها ولكن فاروقة يطلع مرة تانية خطورة لنادي سيراميكا. كناريا يسدد أو يحاول يسدد الكورة في التشتيت. سيراميكا تلعب في وسط الملعب محمد عادل حاول يبحث عن عبد الرحمن. ادي عبد الرحمن يستلم يحاول يبحث عن ثغره لواحد اتنين حلوه ما بينه احمد ياسر ريان. حلوه الكوره ولكن مره ثانيه احمد ياسر يسدد خطيره جدا سدد واستلمت وغيرت المصل. شوف الكوره اللي فاتت التسديده ما فكرش مرتين احمد ياسر. ممكن هجمه عكسيه ممكن هجمه مرتده ممكن لويس ادوارد يحاول يخطف اوه تدخل في اللقطه اللي فاتت من كناريا والوحيد انك ممكن تستغل كره زي دي. ادي المخالفه اتلعب الكره العرضيه فوق الجميع ولكن قويه جدا الكره لركله مرمى لمصلحه يلعب الكره بسرعه ولكن خاطئه يخطفها على طول نادي سيراميكا. تلعب الكره مره ثانيه في وسط الملعب لمسه للامام مره ثانيه ولكن ترجع لابو السعود للمستوى المطلوب. ادي خطا من محمد بسام. بتعمل ايه يا محمد يا بسام؟ يلعب الكره للامام خطيره جون اوكلي مع الكره في منطقه الجزاء خطوره عرضيه ولكن ابعد. لسه الخطوره مره ثانيه لسه سدد يا راجل يسدد ولكن تخبط في خط الدفاع في اللقطه اللي فاتت. خطوره كبيره جدا من المقاولون ضر الدين وجون اوكلي ولويس ادوارد في تشكيله المقاولون. ادي اللمسه ثاني مره يتزحلق ايه الحكايه رجب نبيل يخسرها مره ثانيه يرجع للويس ادوارد. خطيره الكوره خطيره تسديده خطيره لكن بعيده. عند احمد ياسر ريان يشتغل في البوكس شغاله في البوكس واتفرج عليه. ادي كوره وتمريره تسديده من خارج منطقه الجزاء. الله 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 اتفرج واستمتع عزيز المشاهد من اجمل اهداف الدوري. الله لصالح نادي المقاولون. شوف الكوره شوف النظره شوف الرؤيه شوف التسديده شوف الصاروخ. الله على الصاروخ يا عبد الرحمن يا جبنه. الله على الهدف الجميل يعاقب محمد بسام. خطير ممكن التاني محمد بسام يتصدى لكوره جون اوكلي. لسه الخطوره لسه الحصه. كابتن احمد سامي وحارس المرمى محمد بسام يطلق صفرته حكم اللقاء بنهايه الشوط الاول. الشوط الاول يبتسم لذئاب الجبل 1-0. الملعب بصافرة الحكم الكابتن صبحي العمراوي
هو حكما للساحة. انطلقت أحداث الشوط الثاني الآن والكرة عند خط دفاع نادي المقاولون العرب. هو اللي دخل دلوقتي في تشكيلة الشوط الثاني. كرة في وسط الملعب، تمريرة، تسديدة من خارج منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة خطيرة. كان ممكن فاتت من أحمد ياسر ريان. شوف التسديدة، الله الله الله. اليمين الكرة عند إلهام محمد كناريا. محمد كناريا يلعب الكرة الأمام جوني بوكا القوي، الدبابة النيجيرية، يحاول يعدي، يحاول يروح عدى وراح وانطلق. خطيرة الكرة، عرضية أرضية، ولكن أمير يطلع الكرة بثقة كبيرة، عدى جوني بوكا وراح وكاد أن يكري على تنفيذ الكرة. هذه التقدم والتنفيذ والعرضية فوق الجميع، خطيرة جدا ولكن بعد لسه الخطورة. آرثر يريحها بالرأس، خطيرة ولكن أبو السعود لسه الحصار، لسه الحصار، ولكن الكرة تتحول لهجمة عكسية للمقاومة. شكري مع الكرة، محمد شكري يلعب للأمام، هنا الكرة عند ريان، أحمد ياسر مع الكرة، أحمد ياسر يشتغل من الطرف، أحمد ياسر عدى 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 وراح، خطيرة الكرة، خطيرة بعرضية ولكن إبعاد من خط الدفاع والكرة للركن كتير. محمد إبراهيم عرضية خطيرة، عرضية فوق الجميع ولكن إبعاد من فاروق. ترجع مرة ثانية عند محمد إبراهيم، محمد إبراهيم مع الكرة، هذه العرضية فوق الجميع خطيرة جدا، راسية ولكن بجوار القائم. أحمد ياسر بيتحكى كليوباترا للعودة، هذه الركنية فوق الجميع، راسية خطيرة. الأرموتي يرجع مرة ثانية أو آرثر ناحية اليمين، لمسة وإمكانية العرضية من عادل، يرجع مرة تانية عند الأرموتي، ممكن يعدي يلعب العرضية الأرضية ولكن مرة تانية خط الدفاع يتدخل في الإبعاد. المباراة أصبحت هجوم ضد الدفاع، ومرة تانية رأسية والكورة في تشتيت من أمير عابد، ينظف منطقة الجزاء، ترجع بالرأس محمد إبراهيم للأمام، تشتت في وسط الملعب. أحمد علاء برضه مصمم يساند، يخسرها، هذه الانطلاقة ممكن تكلف فريقك كتير يا أحمد علاء. لمسة لجوني بوكا، خطيرة الكورة، خطيرة جون، تسديدة ولكن بجوار القائم، خطيرة الكورة اللي فاتت، وصل بسهولة في حوار واحد على واحد مع فاروق، سدد على راح عدى وراح يلعب التمريرة ولكن أقوى من اللازم. الكورة لركلة مرمى والمطالبة بركلة جزاء. هذه الكورة، هذه التنفيذ، العرضية فوق الجميع ولكن أبو السعود يخرج بالبوكس يطلعها. لمسة مرة ثانية لويس إدوارد، عادل من ناحية اليمين، شكري لمسة والتانية والانطلاقة من عادل، يسقط ويكسب مخالفة من مكان جيد كيز، والكابتن أحمد سامي يترقب، الكل يترقب، هل هي كرة العودة في الدقيقة 65؟ هذه العرضية فوق الجميع، رأسية خطيرة خطيرة خطيرة، التعادل 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 التعادل, التعادل. قلت لك هي كرة العودة، قلت لك الكرات الثابتة حل، يسجل سيفة قه ولا محمد عادل ولا مين؟ محمد عادل، اتكلمت عليك كتير وقلت كتير من الثانية الأولى ميكا لنقطة التعادل. شوف الكرة، شوف الرأسية، شوف يعني التحرك الممتاز، تحرك ايه ده؟ تحرك مهاجم ده، الرأسية لعبها والتعادل على طول لنادي سيراميكا بالورقة والقلم من شكري، ومحمد عادل يضيف الهدف ويضيف هدف التعادل. محمد عادل، محمد عادل يضيف هدف. كورة على طول لفاروق، ضغط من الأرموتي، تسديدة تسديدة قوية جدا خلفه من ناحية اليمين، نظرات وتركيز من محمد شكري، وادي التقدم وادي التنفيذ والعرضية او تسديدة ولا ايه؟ خطيرة جدا، خطيرة خطيرة خطيرة، ممكن الكرة فين؟ انا مش شايفها، والكرة في الاخير عند حارس المرمى محمود ابو رب، عشان نشوف الكرة كانت فين. اتلعبت قوية جدا من شكري، خبطت في خط الدفاع، رجعت للجوهري، اي حد يحط رجله ممكن يحطها ولكن على طول. خمسة جاستس ارثر مع الكرة، يحاول يسدد من خارج منطقة الجزاء، خطيرة ولكن ابو السعود، ابو السعود بكل حلوله، وادي الكره لسامويل، يلعب الكره ناحيه اليمين، عرضيه من كناريا، خطيره الكره، خطيره الكره، مش ممكن، مش ممكن يا احمد يا ياسر. لمس جوزيف اوتشايا يلعب العرضيه فوق الجميع، فوق الجميع ولكن محمد بسام، محمد بسام مره ثانيه، خطوره المقاولون، تسديده خطيره 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 خطيره، ولكن سيطر عليها المقاولون، دي يخطفها سيراميكا في هجمه عكسيه هتبقى خطيرة جدا، خطيرة جدا الكورة، خطيرة جوزيف ولكن ارثر تلعب بالعرض على طول فوق الجميع، عادل العرضية فوق الجميع رأسية ولكن ابعاد من فاروق. نسيت فاروق نور الدين، ادي الهجمة العكسية، راح لويس ادوارد، راح لويس ادوارد 2 على 1، خطيرة الكورة، خطيرة خطيرة خطيرة، ادي الثاني، ادي الثاني، ادي الثاني، ادي الثاني، محمد بسام، محمد بسام يصحح الخطأ إلى صح يا جون. ممكن عشان ندي كل لاعب حقه نقول كورة رائعة وجدت، ننتظر ونتابع التنفيذ، نظرات وتركيز من ناحية شمال، هذه العرضية من جوزيف، خطيرة الكورة راسية، الثاني 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 الثاني، الهدف الثاني للمقاولون، الذئاب الذئاب، جوزيف جوزيف مستحق يا جوزيف، يضيف فوق رأس اللاعب جوزيف، يا ولد يا لويس يا إدوارد، الله على الرأسية، الله
الله على الرأسية، الله رأسية، وتسجيل من جوزيف، جوزيف أوتشايا، جوزيف أوتشايا يحط الكرة ويثب. اللاعب عمرو إسماعيل، كرة وتمريرة ناحية اليمين، لمسة للمقاولون عرضية خطيرة جدا، ولكن محمد بسام يتصدى، محمد بسام يتصدى للكرة اللي فاتت دي. عمر فايد، محمد عادل أو سيف إتقاه يلعب الكرة للأمام، رأسية يطلع من الدور الخامس أو السادس، فاروق يطلعها، لمسة مرة ثانية ناحية الشمال، خطورة لسيراميكا، ممكن يعود، ممكن يرجع سيراميكا، ممكن يرجع سيراميكا، ولكن أبو السعود، أبو السعود يتصدى لكرة كانت من ناحية شمال تسديدة. دونيازي يلعبها بالكعبة لجوزيف أوتشايا، أوتشايا أمامية، واحد اثنين، يا ولد يا ولد، الانطلاقة، الانطلاقة للمقاولون عرضية، ولكن في إيد محمد بسام، عرضية في إيد محمد بسام، ولسه الكرة مرة ثانية في وسط ملعب نادي سيراميكا جاستس. أوه قوي جدا التدخل، قوي جدا التدخل، معاك إنذار يا جاستس يا أرثر. الثاني والطرد، الإنذار الثاني وحالة طرد، الإنذار الثاني على أرثر، أعتقد أنا شفت الحكم حط إيده في جيبه. طلعت نادي سيراميكا كليوباترا، آخر كورة، آخر كورة، آخر كورة، آدي المرور، آدي الانطلاقة، انطلاقة موجودة لمصلحة نادي سيراميكا، ولكن عمر فايد القوي، القوي عمر فايد يشتت الكورة، يشتت الكورة، والمباراة تنتهي. صافرة الحكم الكابتن صبحي العمراوي بنهاية المباراة، فوز غالي لنادي المقاولون 2-1، ألف مبروك لنادي المقاولون وصوله للنقطة.